وللحديث عن تطورات الأوضاع في لبنان توازيا مع رفع أسعار المحروقات في البلاد ودلالات العقوبات الأمريكية على حزب الله، معنا من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي. مرحبا، أهلا وسهلا. بداية، لماذا ارتفعت أسعار الوقود في لبنان رغم كل هذا الاستعراض الذي قامت به ميليشيات حزب الله بقافلة الوقود الإيرانية التي وصلت إلى لبنان؟ أسعار الوقود ارتفعت، يعني هي بسبب رفع الدعم عن المحروقات، خصوصا عن مادة البنزين، عن مادة المازوت عفوا. رفع الدعم بنسبة 100% عن مادة البنزين. الآن وضعوا تسعيرة عبر منصة الدولار على حوالي 8000 ليرة، لكن هذه شحنات بسيطة. لكن رغم هذا الأمر هناك الطوابير مشكلتها لم تحل. مشكلة الوقود في لبنان مشكلة كبيرة. ردا على العراضات حزب الله في استقبال الوقود، نحن بدون شك كان حزب الله يعني متجاسرا على الدولة ومتقدما عليها، واستطاع أن يؤمن لبيئته الخاصة ضمنا واستطرادا أن يخترق عبر هذه المادة الثمينة والنادرة في لبنان، أن يخترق البيئات اللبنانية الطائفية والمناطقية الأخرى. ربما هذا لا يعاب فيه حزب الله، الذي يعاب عليه هو الدولة اللبنانية. لكن بعيدا عن البطولات التي يحاول حزب الله أن يزفها إلى اللبنانيين، الذي حصل هو عبارة عن صفقة أمريكية فرنسية إيرانية. كانت فرنسية إيرانية عبر قمة بغداد، حيث اجتمع ماكرون مع وزير خارجية إيران عبد اللهيان مرتين ودعاه إلى اجتماع في باريس، واستكملت باتصال بين ماكرون ورئيسي من أجل استيلاد الحكومة. عمليا حزب الله كان متغولا على الوضع في لبنان من خلال السلاح والسيطرة على مقاليد الأمور في الدولة. الآن يضع سيطرته الاقتصادية على الواقع اللبناني، بات شريكا مضاربا ومزاحما للدولة في سلع سيادية. أستاذ علي، أنتم قلتم أنه كان متجاسرا على الدولة ومتقدما عليها، قصدتم ميليشيات حزب الله اللبنانية. إذن ما قيمة الوعود التي قدمها أو التي أصدرها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بأنه سينهض بالبلاد في وقت يقول هو نفسه أن دخول صهاريج النفط الإيرانية إلى بيروت بهذا الشكل هو خرق للسيادة؟ هل يمكن النهوض بالبلاد بهذا الشكل؟ حتما لا، لكن ميقاتي ما زالت حكومته وليدة ولم تأخذ الثقة. لكن حتى لو أخذت الثقة، هو أتى إلى الحكومة وإلى الحكم بمشيئة حزب الله. عندما وافق ميقاتي على شروط حزب الله أتى رئيسا للحكومة، ويعني هناك كلام كبير وواضح بأن ميقاتي قدم تنازلات في عملية تشكيل الحكومة، في مثل الثلث الضامن لرئيس الحكومة لرئيس الجمهورية وحزبه، وهذا ما لم يقدمه سلفه المعزول والمعتذر سعد الحريري. وبالتالي هناك، نعود إلى الأمر، هناك صفقة اسمها الخروج الأمريكي من المنطقة بعد الانسحاب المهين والمذل في أفغانستان، وبالتالي محاولة تسييد أو محاولة الفرنسيين لملء الفراغ في المنطقة. وهناك ركب نوع من البزنس المشترك بين الإيراني والفرنسي في تقاسم النفوذ اللبناني، بعيدا عن الحضور العربي وخصوصا السعودية التي كانت راعية للواقع اللبناني. وهناك نفط إيراني يدخل بطريقة غير مشروعة إلى لبنان، يقابله غاز مصري وطاقة أردنية تستجر عبر سوريا بشكل التفافي على قانون قيصر، وبتيسير من الإدارة الأمريكية التي يسرت الأمرين معا. هي يسرت أمر وقود حزب الله إلى لبنان، ونصر الله اعترف بخطابه الأخير تحدث عن إذونات وموافقات أمريكية، وأيضا يسرت الغاز
المصري والطاقة واستجرار الطاقة من الأردن عبر الأراضي السورية كما أسلفنا، وهنا في ثمن سياسي جديد سيتلقاه. هل نفهم من هذا الكلام إذا كانت هنالك أذونات أمريكية كما قال حسن نصر الله أنه لا يوجد خرق للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران؟ سيدي لا قيمة للعقوبات، هناك نغمة عندنا في الشارع اللبناني وخاصة في المناطق السنية بأن الولايات المتحدة تتخاذل مع الإيراني بطريقة خطيرة منذ عام 2003 وحتى اليوم. العقوبات علينا، العقوبات عليهم وحروب الإلغاء والدمار علينا. هذه العقوبات هي نوع من تخاصم ونوع من تشريع للتهريب ونوع من تشريع للسيادات لتجاوز السيادات الوطنية وغير الوطنية. هذا كلام لا قيمة له. حزب الله وغير حزب الله لا يعاونون ولا يهمهم كثيرا مسألة أن تفرض عليهم عقوبات أو لا تفرض عليهم عقوبات. إمداداتهم سالكة، أموالهم متوفرة، طرقاتهم. الآن حزب الله مثلا بالحكومة الميقاتية الجديدة كان من نصيبه وزارة الأشغال، قاتل الحصول على وزارة الأشغال العامة والنقل وهي الوزارة المسؤولة عن المطار بيروت والمرافق البحرية وأيضا المعابر البرية. يعني أصبح كل علاقات لبنان البرية واستيراده وتصديره يمر في إشراف كامل لحزب الله. في ظل كل هذه المعطيات التي تكلمتم عنها، ما هو المطلوب اليوم لخروج لبنان من هذه الأزمة؟ الكل يتحدث عن إصلاحات اقتصادية وإصلاحات سياسية، هل يعول بالفعل داخل لبنان على هذه التصريحات؟ المسألة مركبة. هناك جهد لبناني جدي وهو غير موجود مع الأسف، لأن القوى السياسية اللبنانية أظهرت الوقائع بأنها قوى مرتبطة ومدارة من الخارج. نعم. وهناك نوع من التخلي العربي، هذا التخلي العربي عن لبنان وخصوصا الخليجي، هذا الاستنكار فتح المجال لإيران أن تتغول أكثر وأكثر في الواقع اللبناني وغير الواقع اللبناني. مطلوب من العرب أن يجروا مراجعة مصرية وأن يشعروا بالتحولات والمتغيرات وأن يقدموا سياسة ومشاريع سياسية جديدة. نعم. سواء فيما يتعلق بالواقع اللبناني أو العربي أو الواقع الإقليمي بشكل. من طرابلس اللبناني الكاتب والمحلل السياسي علي شندب، كنت معنا في استوديو رافدين، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.